أول واحد مشيت من جريس، خرجت من البلاصة هذه، مشيت في بتي باتو زي هذا، مشيت أنا وأربع أصحابي، وأربع أصحابي ثلاثة روحنا وواحد قاعد، واللي روحنا إحنا الحمد لله يا ربي لاباس علينا. قدموني في المجمع الصيد البحري وتحسنت من شوية بشوي بشوي، تحسنت وليت كبحار معناها متميز. الجيسة كونسيست انه نزرع نباتات طبية و اروماتيك اللي موجودين في الجهة، موجودين برا من تونس، موجودين في الجنوب التونسي، وباش نثمنوا البلانت ميديسينال هذوما بشوية البيوتكنولوجيا افيك ان بو دو سيونس اللي تعلمناه في الخارج. بعثت المشروع نتاعي، اول ما بديت عملت شهاده في رحي التوابل والفواكه الجافه، وبعد زدت عملت انفورماسيون في تبرقه، صنع اكلات منتوجات صالحه للاكله التقليديه. مشروعي يتمثل في وحده تصنيع اجبان تقليديه في معتمديه نفس. الفكره من المشروع هي كانت خلق وسيله لعدة برشا فلاحه لنا، فلاحه صغار اللي ما عندهمش اكسي aux autres centres de collecte ou réseaux de distribution تاع حليب. هما يستفادوا معناتها، يوليو بصفه منتظمه معناتها يعيشوا من الانتاج نتاعهم، وحنا اون فالوريز اون شيرش دونك بيان سور دونك لاسبي ايكونوميك بور اسيغي لا كونتينيتي دو لا دو بروجي. البروجي نتاعي ان شاء الله باش يكون دجاجه ضايعه وتويكا ناتوريل، وبعديك باش يكون بيولوجيك. لفاو كانت لي اول عنصر معناه باش نبدا البروجي نتاعي من ان غيف، من اين ايدي للحاجه واقعيه. ثم برشا شوماج، ثم برشا شهيد عليا لازمهم يخدموا. انا بالمشروع نتاعي حليت مواطن شغل للنساء، نحكي عن نساء، مانيش نحكي عن نساء اللي عندهم شهيد، لا نحكي عن نساء القلاله بالرسم القلاله. النساء ما عندهمش حتى شهاده، شهادتهم هي ذراعهم. اذا كان خدموا راهم كلو، اذا كان ما خدموش ما ياكلوش. احنا كمجموعه النساء تقريبا تنجم تقول بطاله، معناها ما نخدموش، ما عندناش حتى سورس، معناها ما عندناش مورد رزق. كي جات فكره التكوين تاع النحل كانت بالنسبه لينا هكا نظره في الاول هكا فيها شويه مستقبل والكل. توا النساء تقريبا الكل هالعسل هو ماهوش بروجي كبير، على حسب كل واحدة شنو اللي هي مكونة، لكن كل واحدة حسب قدراتها قاعدة حاسة روحها قاعدة تدخل، فما ولا من الصنادق نتاعها فما عندها مدخول من بيعان العسل. أنا أمنت اللي كونا مع الفاو فما مستقبل، علاش؟ على خاطر مستلي في اللي بيزوان تاع لانفورماسيون والفورماسيون. أنا فما نصيحة ننصح بها أي واحد عرفت يشوف اللي كونا الامور مش ماشيه يعني في البلاد، هي اللي كون يخمم من برا من الصندوق شوي. الاترونجي هذه ينسى، على خاطر ينجم يعمل في بلاده حاجه خير برشا من اللي تعمل فيه في بلاد الناس.